السلام عليكم. في برنامج اسمه دروبورد بي دي اف، ده مهمته ايه؟ ان انت لو عندك حد بعت لك بي دي اف وانت مطلوب منك تعمل هايلايت او تعمل بعض الملحوظات، بيسهل لك الموضوع دوت. البرنامج مجاني وبيشتغل على الاي او اس او بيشتغل على الويندوز عادي، بتلاقي الادوات موجوده هي، تقدر تعمل خطوط بالشكل دوت، وتقدر تدوس هنا وتختار اللون اللي انت عايزه، تقدر تختار السكنس تقدر تعمل هايلايت على الكلام اللي انت عايزه، تقدر تعمل تكست هايلايت يعني تعمل هايلايت على التكست نفسه، وتقدر تمسح لو في حاجة انت عملتها وعايز ان انت تمسحها تقدر ان انت تمسحها. تعلم على الحاجة اللي انت عايزها وهو يمسحها لك على طول.